حسين يا غريب. راحت تشكو لعلي عليه السلام: علي، أنت كنت في الدار لكن ما رأيتهم ماذا صنعوا. تعلم علي ماذا صنعوا؟ علي: أنا كنت واقف خلف الباب وأناشدهم وأقول لهم وأذكرهم. علي: دفع الباب على أضلاعي. علي: المحسن جنيني سقط ومات. علي: كسروا ضلعي. علي: ذاك الرجل لطمني على وجهي. تقلتي منيتك يا حيدر يمي تحضر أمنية لفاطمة لم تتحقق. شلون صبرت وانت الهزم بزنود خيبر؟ تقلتي منيتك يا حيدر ضايا، شلون صبرت وانت الهزام بزنود خيبر؟ شلون سكتت تدري الجبيت لضلوعي كسار؟ ومحسين على العتبة سقاط مني يا حدايا. يا فاطم تعتبي وانا شبدايا. شفتي الجرايا زهرتي غصبا علي. شفتي الجرايا زهرتي غصبا علي. خليت السماء تحت الوطية، لو بيد جعلت عاليها سافلها، لاجين أمر من والديش تدري الوصية. بماذا تجيبه فاضل؟ تقل له حاشا يدناك العتاب يا أغلى مني الروح. أنا لا أعتب عليك يا علي، أنا ما عتبت ولكن الألم اقتضى أشكو إليك. ألامي زادت يا علي لذلك أشكو إليك. علي كسر الضلع يؤلمني، علي لطمة الوجه تؤلمني. اسمح لي أنا أشكو لك. تقل لحاشاك يدناك العذاب يا أغلى من الروح. مو بس ضليع، كل الضلوع فدوى لك تروح. بس لا أشوف يا علي يا علي يا علي، بس لا أشوف يا علي بخدك دمع مسفوح. بس لا أشوف يا علي بخدك دمع. مرحوم الملا عطيه نختم ببيتين يقول: ما دتنا حيلة عقوب ما كسروا ضلعها، ما دتنا حيلة عقوب ما كسروا ضلعها. I'm
منعها ومن فداك الأول منعها وبعد نخات نخات نعم يا صاحب الزمان نادتهم وخطبت فيهم ولكن لم يجيبوها نخات وخطبت بهم وما حد سمعها مرمرة طلعت من الدنيا كئيبة